بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع الكابتن أيمن الحفناوي ليعلمنا مهارة جديدة من مهارات السباحة. تفضل كابتن، ما ستعلمنا الآن؟ هنتكلم على مهارة حركة الذراعين في سباحة الصدر أو سباحة الأسفل. تفضل. الذراعين متماسكتين، أنت بالأول بتوضع الطرف في المية. أيوة. بتسحب بينك الاثنين المية، تتنفس وبعدين بتمد جسمك كما وضع الطرف بتاعك. ممتاز. في البداية هنعملها وانا نايم على المية. أيوة. اعمل ضربات رجلين حرة اللي اتعلمناها قبل كده. نعم. واضيف عليها مهارة الذراعين. والرجلين كيف هيكون وضعيتين ايضا؟ هنعيدها في هنكمل عليها في الاخر، بس هنبدا الاول برجلين الحرة. اها. بس رجلين الحرة خلاص الشخص خلاص حفظها. نعم. ونضيف عليها حركة الذراعين البريست. ممتاز. بسم الله. تركز الان على حركة اليدين. زي ما شفنا الايدين مع بعض بيسحبوا الميه. شده. نعم. نفس وبعد كده جلايد. نعم. شده نفس بعد كده بتفرد جسمك على الميه ثانيتين او ثلاث ثواني. ممتاز. بعد ما الشخص بيأديها بشكل صحيح بنحاول بقى نربط المهارتين مع بعض، مهاره الرجلين اللي قلنا عليها في الفيديو السابق مع مهاره الذراعين اللي احنا بنعملها حاليا دلوقتي. جميل. بدايه حركه سباحه البريست هي الشده. شده نفس بعد كده كيك رجلين. نعم. تعمل جلايد في الميه. شده نفس ضربه رجل. عاديها بشكل بسيط جدا. ممتاز. الشخص أدى هذه المهارة بنفس هذا التوافق إذا أدى السباحة بشكل صحيح. جميل. ما الذي يميز هذه الطريقة عن غيرها؟ سباحة استرخائية ما فيهاش مجهود عضلي بس محتاجة توافق صح. نعم. ما فيهاش استرس عضلي زي سباحة مثلا الدولفين أو سباحة السباحات الثانية. بس محتاجة التوافق. نعم. التوافق فيها هو اللي بيحصل فيها اللخبطة شوية. مثل هذه السباحة تصلح في البحر على الأمواج تهجم وكذا؟ ولا في مياه ساكنه تصلح البحر. هي سباحه بطيئه، هو ابطا انواع السباحه. اها. جميل. ما فيهاش سرعه. نعم. ما فيهاش موجود عضلي. جميل. جزاك الله خير كابتن احسن.